السلام عليكم واهلا بكم في الفيديو ده. هنشوف ازاي نعمل طريقة عمل جيب ينفع لفستان طفلة ولا حاجة، يبقى جميل جدا، شكله حلو في نفس الوقت فكرته سهلة جدا. بيكون بالشكل ده، نص دايرة وعامل كده. كان نعمله بليسي غرزتين وغرزتين او غرزة وغرزة او سادة خالص، بس الفكرة واحدة، يبقى على شكل نص دايرة كده. هنشوف طريقة عمل الجيب ده بيتعمل ازاي بكل سهولة وكل بساطة. هنبتدي نشتغل يا جماعة. ابتديت انا هنا تقريبا 26 غرزة او اكتر، بتبتدي الغرز كده. ده مثلا عرض الحتة اللي تحت دي اللي هنطلع بيها، دي هي دي هتبقى الدوران بتاع الجيبة. بصوا، لان هي هتتشد كده هتبقى كده. التقويسة دي هي ده العرض ده. انت حسب المقاس، انا هنا عاملة 26 غرزة يا جماعة، دول 26 غرزة. طلعوا لي المسافة دي، لو هتقسوهم بالسنتي وتعرفوا عرض الجيبة اللي انتوا عايزينها قد ايه. خلاص، حوالي 10 سنتي مثلا الجيبة دي عرض العرض من هنا، وده هيبقى الدوران بتاع الجيبة كده. وبنطلع كام سنتي برضو الارتفاع اللي احنا عايزينه. انا طلعت مشيت يعني المسافة 26 غرزة دول، وطلعت عملت غرزتين وغرزتين، او تعملوهم سادة او غرزة وغرزة زي ما تحبوا. وتطلعوا المسافة بتاعت الجيبة دي، طلعت انا المسافة دي تقريبا برضو 10 سنتي. وهنبتدي بقى ايه، عايزين مثلا نختم بلون معين، وكمان لو عايزين تبدأوا بلون معين حرف هنا يبقى لون مختلف يمشي مع الخيط بتاعكم ده في ايديكم، يعني تبقى من فوق باللون، هي الجيبة كلها بلون مثلا الفستان، وهنا لون يمشي معاها من فوق تقفلوا بيه، وبرده في الحرف لون تاني يبقى حرف الجيبة بلون مختلف في ايدكم. انا بس اوريكم الفكرة لانها الفكرة سهلة وحلوة وعجباني. فبنمشي، مشيت انا اهو غرزتين البليسيه، اللي ما يعرفش يعني مفيهاش حاجة طبعا. مشيت المسافة دي كلها غرزتين 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 مقلوبين، غرزتين عدلين، غرزتين مقلوبين، غرزتين عدلين. انا هخلص السطر ده يبقى اخر سطر، وممكن بقى نختم بسطر لون مختلف. هعمل بالسطر اللون الازرق اللون السطر الاخير، هو ده اللي هنلم بيه الغرز. تلم الغرز برضو طريقة لم الغرز بطريقتين، ممكن بإبرة الخياطة بإبرة كبيرة، وممكن بإبرة الكروشيه. فأنا هوريكو. مهم ده آخر سطر كده، خلاص الخيط معايا البيج، ابتدي أدخل اللون التاني. خلاص خلص السطر كده، هدخل اللون التاني معايا اللي هنختم بيه الجيبة. هدخل بقى في السطر الأخير اللون التاني كده، همشي سطر، ممكن امشي كله بالغرزة العدلة. السطر الاخير ده اهو امشي بالغرزة العدلة كله، ونخلص السطر ده كده. بعد ما اخلص السطر الاخير اللي باللون المختلف ده اللي هنزوق بيه حرف الجيبة من فوق، اهو نشوف بقى هنعمل ايه. يعني ممكن ان احنا نلضم الخيط ده في ابرة كبيرة كده زي كده،
ونلم الغرز كلها فيها، وممكن بإبرة الكروشيه. ممكن كده نلم الغرز من الناحية دي بقى كده، ندخل غرزة غرزة هنا كده، وممكن بإبرة الكروشيه يا جماعة ناخد الغرز كده ونضمها. هوريكم برضو الطريقة دي والطريقة دي. شايفين كل الغرز هناخدها كده، معلش انا فلتها من الناحية التانية اهي كده، حرفها كده اهو. ناخد بصوا كده يا جماعة، ادي طريقة. بصوا اتلمت الغرز كده، بنشدها ونقفلها من الناحية دي بغرزة كمان لسه، المفروض ادخلها من هنا من كده ونطلعها من ناحية الظهر، وتبقى شايفين وتبقى اهي ضمت الغرز معانا كده اهي. وبنركبها بقى كده، نثبتها الاول على حرف الفستان من تحت مثلا، او المكان اللي احنا عايزينه فيها بالدبابيس. بصوا بتترفع ازاي، نرفع الاخر الحرف ده كده، نرفع الحرف ده في اول المكان اللي احنا عايزينه فيها كده، بحيث يبقى مستقيم كده هنا. نثبت بدبابيس، وبعد كده هنخيط الدوران ده. شايفين هي فكرة، هي مفيهاش يعني تعب ولا حاجة، المشكلة في الفكرة. الفكرة حلوة، عجبتني اوي، فكرة بسيطة بس بتدي نتيجة حلوة. شايفين يا جماعة بتبقى بدوران كده مدورة، اللي يبص عليها يقول احنا اشتغلناها مدورة ازاي اهي، وفيها صعوبة، هي مفيهاش صعوبة ولا اي حاجة، هي قطعة مستطيلة تعمليها بليسيه، تعمليها سادة، تمشي دي الحرفين يبقى على خط مستقيم كده اكتر، كمان تطلع لفوق اكتر. هو ده حرف الجيبة من فوق يتثبت من هنا، والدوران ده كمان يتثبت، وتبقى الجيبة كده. شايفين هنا ممكن تدنها كده، وممكن تحط عليها زرار، انا شايفاها بكذا شكل يعني، شايفة فيديوهات اجنبية ناس عاملينها كتير. شايفينها يا جماعة، هنا بنثبت بنفس اللون مع الفستان بإبرة الخياطة بنفس اللون، أو باللون الأزرق اللي عاملين بيه من فوق ده، نمشي برضو بغرزة، أو نعمل حرف كروشيه الأفكار كتيرة ومتعددة. المهم احنا عرفنا بنلم الغرز ازاي، وهنركبها كده، نثبت ده نثبت ده يبقى قصاد بعض، ونمشي بالدوران. التثبيت هيبقى هنا بس، ودي الجيبة تبقى مفتوحة هنا. شايفين يا جماعة في تثبيت بإبرة الكروشيه، هوريها لكم الكروشيه بإبرة الكروشيه ازاي. حطينا الإبرة يا جماعة من هنا اهو من الدار، وهناخد الخيط ونسلته من غرزة غرزة من قلب الغرز، نمشي بيه من وسط الغرز اهو. بالطريقة دي اهو، عدناه من وسط الغرز كلها اهو. شايفين نقلب بقى من الوش، عادي تعملوه بقى بالإبرة العادية او بإبرة الكروشيه زي ما عملنا كده، سحبناه
دخل نسحبه كمان مرة من الطرف ده اهو، شايفين بإبرة الكروشيه برضو سهلة بالطريقة دي. عايزين نثبته تاني، نثبته اهو، نثبته اكتر نقعده اهو، نقطعه بقى بعد كده اهو، شايفين ايه مفيش حاجة بقى. يعني هي الفكرة، انتوا عرفتوا الفكرة يا جماعة، بنقطع الخيط الزيادة ده ونثبت زي ما قلت لكم كده، تترفع كده وتثبت كده وتبقى بنص دايرة كده بالشكل ده. يا رب يكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم. التثبيت ما فيهوش حاجة، التثبيت زي ما قلت لكم هنثبت الإبرة والفتلة كده زي ما احنا شايفين كده. اهو هناخد ابرة وفتلة ثبت بالطريقة دي، بس تاخد دوران يبقى هي كأنها نص دايرة، الجيبة نص دايرة، شايفين يا جماعة. يا رب يكون الطريقة عجبتكم والفيديو عجبكم، ومع السلامة، هقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله. ملحوظة بس يا جماعة عايزة اقولها في الجيبة دي، ان انا هنا اشتغلت عدد الغرز دي لازم تكتروها اكتر من الارتفاع عشان تبقى مريحة معاكم في الدوران. يعني انا هنا عاملة 26 غرزة بس، لا ممكن تخلوهم 30 او 36، زودوا الغرز اللي هنا اكتر من الارتفاع اللي هتمشوه. ليه؟ عشان هنا تبقى مريحة، الدوران ياخد راحته اكتر، ده بعد انا ما اشتغلت يعني اكتشفت كده، وارتفاع ممكن يكون اقل من كده. خلاص يعني زودوا في البداية من تحت اكتر عشان يريح معاكم لما يتشد كده ياخد الدوران ده براحته ويبقى احلى، وهنا اقصر من كده عشان الجيبة مش شرط تبقى عريضة قوي كده من فوق والدوران ياخد راحته. دي بس ملحوظة. ممكن بقى نحط زراير بعد كده على دي يبقى شكلها احسن، مثلا نركب زرار يبقى شكله احلى، مثلا بلون يمشي برضو مع حسب الخيط، ممكن الوان تانية زي ما انتوا عايزين، تحطوا فص مثلا، شفتوا ده مثلا على حسب اللون اللي هيمشي، زرار مثلا فضي ذهبي لون معين حسب ايه مثلا، ده اي زرار بقى اي حاجة زي ما انتوا عايزين يكون شكله حلو برضه. بس دي ملحوظة في الاخر حبيت اقولها لكم مع يعني الخبرة في اني اشتغلت وكده وجربتها.